خويا العيد داز مزيان الحمد لله. انت كتشوف معانا الناس راه كيجيو عندنا هنا والحمد لله راه خدامين راه ما جالسين، كيجيو عندنا خويا حيت كيرتاحوا عندنا في المحل، فهمتي؟ حنا دايرين الثمن المناسب والكليان ما كيخسروش لهم خاطرهم، اللي جا كيدي حاجته كيمشي بحال هكا من دابا حتى الليل وخدامين حتى الوقت اللي ما كيبقى حتى شي واحد فيهم نسدو. العيد دوزنا مزيان الحمد لله، والجزار كيسهل علينا الماموريه بالطبع، نبقاو حنا نضربوا معاه كنجيبوا الجزار هو اللي كيقطع لنا باش كنتهناو منه في النهار الاول ديال العيد، كنجيبوا النهار الاول ديال العيد كنا كيحل الجزار كنجيبوا ليه. لا في بعض الاحيان كيحل في الصباح كنجيبوه في الصباح. الحمد لله دوزنا العيد بخير وعلى خير، الحمد لله هذه مناسبه كنفرحوا بها الحمد لله. دابا الحمد لله جبنا سالينا الشغالات ديالنا وجبنا يتقرد ان شاء الله. كاين اللي ما عندوش خبره باش يقطع ما كيعرفش، كاين عاوتاني اللي بنادم عيان، يعني بنادم كيشوف الجزار هو اللي مناسب ليه باش يخفف عليه. الحمد لله الاعياد هما هادو، هذا هو الاجواء ديال الاعياد، الناس اللي كيفرح بالاعياد هما هادو الاجواء. هي جنا يتقرد موالفه نقرد راسي ولكن ما قدرتش عيانه. هي نقرد راسي. علاش هاد العمله؟ ما قديتش ما قدرتش. يلا ما نجيبوا الجزار. كاينين بزاف ديال العوامل، هو الجزار ماشي هو مول الدار اللي غيكون في الدار، الجزار راه عاوتاني حاجه اخرى، عنده الماتيريال عنده كل شيء، عنده اللون المنشار عنده المقده عنده المواس عنده كل شيء، ما يمكنش لي مول الدار يبقى كيشاد في الدار عنده الموز ديال الخضره ويبقى يدير، ما يمكنش حاجه باينه. انا كنت مني انا ما كنتش الجزار غنجيبو الجزار. دابا راه شي عامين ولاو الناس تيجيو مع الجوج ديال العشيه، كان وقع لهم واحد المشكل كان الناس كنخنز ليهم، وهذاك الموسم اللي كنخنز ليهم اللحم الناس راه ماشي هو هذا الموسم. هذا انا غدا عاوتاني غادي نخدم، غدا غادي نخدم عاوتاني غيجيبوا لي الناس، فهمتي؟ ونبقى كاين اقبال الحمد لله، ما كاينش هذاك الموسم مشى اللي كانوا الناس يخنز لي ما يخافوا ولا شي حاجه ما بقاش الحمد لله. كاين بزاف ديال العوامل تما، منها بعض العوامل الناس ما كيعرفوش يقطعوا اللحم على بطريقه مزيانه ولا هذه، باش كيعزلوا كل حاجه بوحدها وهذه، ومن جانب اخرى وثاني اش غادي نقول لك، حتى هاد الناس شويه ديال الاعانه لحقاش كيتعاونوا مع هاد الناس لحقاش، او هذه الفرصه انهم هاد اليومين مساكن ثلاث ايام حتى هما. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.